هسه نجي على المجموعة الثالثة اللي راح نتكلم عليها، اللي هي inhibit the folic acid pathway، أو إنه تكوين الفوليك أسيد، اللي هسه راح نأخذه بشكل سريع. الباثوي إلى عندنا مواد اللي هو PABA اللي هو بارا أمينو بنزويك أسيد، زائدا البيتريدين، مواد كيميائية. هذه البكتيريا راح تستغلها في تكوين الدايهيدروفوليت. فالآن هذه راح تتحول إلى، تمام، طبعا هي لها باثوي طويل ما راح تتحول مباشرة، بس أنا راح أختصر الموضوع، راح تتحول إلى دايهيدروفوليك أسيد. يعني دايهيدرو يعني ثنائي، تمام، فهذا دايهيدروفوليك أسيد من خلال هنا انزيم، هذا الانزيم اسمه دايهيدروبيتروويت سينثيز. بعدين هذا الان الدايهيدروفوليك أسيد يتحول إلى تترا هيدرو فوليك أو هيدروفوليك أسيد، تترا هيدروفوليك أسيد. وهذا التترا هيدروفوليك أسيد في هذه الحالة راح يكون لنا مواد مهمة اللي تستخدم في تكوين، طبعا البيورين يستخدم في تكوين الدي ان اي اللي هو قواعد نيتروجينية طبعا، والار ان اي، وايضا يدخل في تركيب الثايمدين اللي يدخل في تكوين الدي ان اي، وايضا يكون لنا الميثونين اللي يدخل لنا في تركيب البروتين. فهذا الباثوي إلى مهم تعرفه. طبعا هنا حتى يتحول من الدايهيدروفوليت إلى تتراهيدروفوليت نحتاج أنزيم، هذا الأنزيم خلينا نعطيه لون ثاني اسمه، انتبهوا لا تخربطوا، الأنزيم الأول دايهيدروفوليت ريدكتيز. الدايهيدروبيتروريت سينثيز يؤدي لك الى تكوين الدايهيدروفوليك اسيد، والدايهيدروفوليت ريدكتيز يؤدي لك الى تتراهيدروفوليك اسيد. فهسه التقسيم راح تكون كالتالي: مجموعه تشتغل على ايقاف انزيم الدايهيدروبيتروريت سينثيز، وبالتالي توقيف تكوين الدايهيدروفوليت، وبالنهاية توقيف تكوين التتراهيدروفوليك أسيد، وبالتالي توقيف تكوين الدي ان اي والار ان اي داخل البكتيريا، أو يعني عدم حصول البكتيريا على دي ان اي وار ان اي جديد، وبالتالي تموت البكتيريا على المدى البعيد، لأن خلاص ما تقدر تكون بروتينات وتموت، أو من خلال مباشرة تشتغل على الأنزيم الثاني اللي هو دايهيدرو فوليت ريدكتيز، وبالتالي تمنع تحويل الدايهيدروفوليت الى تتراهيدروفوليك اسيد، وبالتالي نفس الفكره تؤدي لك الى تعطيل تكوين الدي ان اي والار ان اي داخل البكتيريا. فهنا عندنا ادويه مهمه، وهذا الميكانيزم اوف اكشن مهمه، تقسم حسب هذا الموضوع. ادويه تعمل لك على انهبت للدايهيدروبيتريت سينثيز، مثل دواء مشهور اسمه سلفانامايد، وأيضا دواء ثاني اسمه دابسون. فهذول الأنتيبيوتيكات سلفانامايد والدابسون يشتغلون على توقيف الدايهيدروبيتريت سينثيز، وبالتالي يوقفون تكوين البي 9 بالنهاية، وبالتالي يوقفون تكوين هذه المركبات المهمة لحياة البكتيريا. وعندنا أيضا مجموعة ثانية تشتغل على الأنزيم الثاني، فهذا نكتب المجموعة الأولى، مجموعة ثانية تشتغل على توقيف الأنزيم الثاني اللي هي مثل الترايميثابريم،
الريم والبايري ميثامين. بايري ميثامين بس طبعا الترايميثابريم هو الأشهر من ضمن هذول ويا السلفانامايد. فهذه الأدوية الموجودة اللي تشتغل في هذه المجموعة. فخلي شوية نأخذ أيضا هل بس أكتب هذا بشكل أوضح. طيب خل أشرح على هذا الموضوع بشكل أساسي بعض يعني سايد إفكت لها. من مجموعة السلفانامايد عندنا دواء مشهور اسمه سلفاميثاكسازول، هو من مجموعة السلفانامايد وغالب الوقت نستخدمه مع دواء الترايميثابريم ويسموه بترايميثابريم سلفاميثاكسازول. هذا الدواء أيضا مشهور جدا اسمه سيمبكترام أيضا. فالمهم فهذا السلفاميثاكسازول اللي هو من مجموعة السلفانامايد، ومما تسمع مجموعة السلفا دائما فكر انه هذه الأدوية طبعا لها سايد افكت انه تسبب ألرجي. اغلب الوقت كانوا يستخدمون ترايميثابريم سلفاميثاكسازول، هذا التي ام بي اس ام اكس يرمزوله اللي هو مخلوط بين الترايميثابريم والسلفانامايد، السلفاميثاكسازول من السلفانامايد، يستخدمون في اليو تي اي علاج المجاري او التهاب مجاري البولية البسيطة، تكون مو المعقدة جدا لكنه مشهور انه يسبب لك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، يسبب لك حساسية شديدة بسبب انه عندها مجموعة السولفيت، وايضا ممكن يؤدي لك الى هيمولايسيس تكسر بالدم خاصة للاشخاص اللي يعانون من تكسر او تفول الدم اللي عندهم نقص بانزيم 6P او G6PD deficiency اللي هو نقص اللي نسميها حساسية الفول، تمام، اللي يصير عندهم تكسر دم بسبب هذه الحالة، أيضا تصير عندهم هذه المسألة. وهذه الأدوية خطيرة في الأطفال لأن ممكن تؤدي لك إلى كالنكترس بحديثي الولادة، لأنها تزيد الاندايركت بليروبين وبالتالي تأثر لك على دماغ الطفل، ممكن تؤدي لك إلى تخلف عقلي بالطفل كالنكترس، بس هذا الحديث الولادة، تمام. فهذه بالنسبة لهذه الأدوية الترايميثابريم والسلفاميثاكسازول. الدابسون يستخدم بمرض الليبرسي، مرض الجذام، وهذه نتذكرها، وأيضا يسبب لك هيمولايسيس تكسر بالدم وللجلوكوز 6PD. فهذا بالنسبة لهذه الانتيبايتيكات. والترايميثابريم سلفاميثاكسازول إلى استخدام ثاني نستخدمه في HIV في المصابين بمرض نقص المناعي الأيد لما يصير عندهم التهاب ربوي بسبب النيمو سيستيك، وأيضا يستخدم في مرض التوكسوبلازما في هذا الترايميثابريم سلفاميثاكسازول. فبهذا بالنسبة للباثوي، وأهم شيء تعرفون أنه يسبب لك هيموليتيك أنيميا ويسبب لك أيضا حساسية مفرطة.